بروفاينري. دي اسمها البروفاينري، دي بتعمل ايه؟ اسمها ميمبر شيب فانكشن. لو البوينتس بتنتمي لاي احط كام؟ واحد. xi a of x equals 1 for all x belongs to a. دي ماثيماتكس. equals 0 for all x not belongs to a. ازاي الكلام ده؟ ما احنا اتفقنا ان الباب او النبضات الكهربائيه اللي هي الاصفار والايه؟ صفر او واحد. 0 or 1. دي النبضه الكهربائيه. طيب ازاي الكلام ده هيتحول؟ عايز استخدم الممبر شيب فانكشن دي رياضه. اتحولت ازاي عشان اعمل بها تشكيل؟ عشان اعمل بها كود؟ عشان اعمل بها للباب. Let U is the inverse set equals A, B, C, D, E. And A equals A, B, D. And the set B equals A, D. Sets. لغة الرياضيات اسمها sets. Intersection, union, difference. لغة الكمبيوترز data اللي هي الانبوتس صح؟ الداتا بتاعتك الانبوتس دي بلغة الماثيماتكس sets. Convert bits خلي بالك into 0 and 1. أنا عايز أعمل لها حاجة encode. encode بقى اللي إحنا قلنا عليه الكود اللي فات كان أرقام الجداول التيبل الأوكتا والهكسا والكلام اللي إحنا اتكلمنا عليه الديسمال سيستم الباينري سيستم. encode xi a. ها what the membership function of a b u phi a intersection b a union b a difference b a complement. كل دي رياضه بتاعت الوقت بس عايز احولها لايه؟ اصفار وايه؟ عايز احولها لايه يا اولاد؟ الزيروس بقى لغه الكمبيوتر او الماشين لانجوج او الاصفار والوحايد او تشفير الكود اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت بس لمجموعه البيانات. What is the membership function for all U? What is the membership function how many elements in the set U? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. What is the membership function or the characteristic function? 1, 1, 1, 1. كم 1؟ أنا يعني كل العناصر اللي بتنتمي ليو أحطها واحد. كل العناصر اللي بتنتمي ليو أحطها إيه؟ كل العناصر اللي في الفاي الفاي هتبقى عكسها كام؟ ها؟ زيرو 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 وفاي. طيب نوت سيت او ايمت سيت اللي فاضيه زيرو. ما في زيرو في ايه؟ اكبر حاجه يونيفرسال سيت ده ممبر شيب فانكشن اور ذا كاركترستيك فانكشن اور ذا داتا يو يونيفرسال داتا اوف يو. ها what is the membership function of A? If the element belongs to A, put 1. أحط إيه؟ 1. لو هو ما بينتميش، أو 5، 1، 2، 3، 4. ها؟ الـ A فيها مين؟ small a، small b، small d. ها؟ من 4. small a، small b، small d odd zeros. فهمت دي؟ اللي ما فهمش يقول لي. يعني لما بينتمي
لو قارن بالكبير عناصر الاي مي الداتا بتاعت ايه؟ اي بي سي اي بي دي اي بي اي بي صح؟ خليك معايا اي بي واحد سي صفر بي واحد دي واحد صفر انتوا كان في خطا هنا طيب what the membership function of the set B or the data B دي كلها الانبوتس بتاعتك او الداتا بتاعت الداتا معايا وتحولت لصفر وايه؟ وواحد 1 2 3 4 5 طب ال D واحد B واحد زيرو ال B بصفر زيرو ال C بصفر واحد D واحد زيرو صح كده؟ معايا ولا ايه؟ كده مظبوط؟ طيب What is the intersection? A intersection B اللي هي مين؟ يبقى ايه الوحيدة اللي هتبقى ايه؟ الواحد اللي هيبقى اصفار from 1 2 3 4 5 A 1 0 0 0 A intersection B هتحلوا الباقي let x y and z are input data are input data يبقى انا هفرض عن from a let x y and z input data then and the boolean algebra boolean algebra بقى boolean expression نقدر نشرحها بمثال the boolean expression and the boolean expression b boolean expression x y z دي يعتبر الانبوت ستيت ال B of X, Y, Z دي الأوتبوت. الأوتبوت اللي هي الانفورميشن. دي أول محاضرة. الأوتبوت اللي هي الإيه؟ الانفورميشن. إيكوالز X, Y, Z بلس X داش كومبلمنت X كومبلمنت Y, Z بلس X داش Y داش This expression is called Boolean. Boolean variables or Boolean algebra. Input, output. لسه ما كناش بقى ازاي نحولها compare. Compare. What is the input, what is the output of Boolean algebra? Or اقول لك مثلا design ايه بقى المطلوب هنا؟ عايز اصمم عايز اصمم ايه؟ دائرة منطقية لوجيك جيمز يبقى هنا ديزاين لوجيك جيمز معايا ولاد؟ شباب انا عايز اعمل ايه؟ بوابة منطقية وعايز اعمل جدول منطقي وفي الاخر احول اللوجيك جيتس دي لجي دايره كهربائيه من الرياضيات لدايره كهربائيه in set theory x intersection y x union y x complement Union X intersection leads to الصمام ايه الصمام ده قلنا اسمه ايه؟ N والصمام ده اسمه ايه؟ Or والصمام ده اسمه قلنا الكلام ده N The inputs that data بتاعتك x, y, and z.
three variables. X, كم مفتاح هنا يا جماعة؟ كم مفتاح أند هنا؟ ده هو الضرب، بلغة الضرب الأند ده اللي هو الضرب، اللي هو الجمع، صح؟ دي اللي هي المفتاح. إكس، إكس from X to Y to Z. X, Y, Z. مفهوم كده ولا إيه؟ ها this inverse for the n what is the output of n x dot y dot z or x intersection y intersection z another term x dash y dash z x dash x not y dash z z بدون not صح z كل دي inputs او الداتا بتاعتك from x dash y dash z dash x y z what is the output x dash y dash z intersection x dash intersection y dash intersection z x dash y dash z dash كل ده هيروح في على مين؟ تحت بقى اللي هو يعني ده هنا معايا وده هنا what is the output؟ ال output هنا اللي هو b b x and y design يبقى انا السؤال هنا اجيب لك بوليان اكسبريشن واقول لك صمم دايره منطقيه تمام بعد الدايره المنطقيه اصمم دايره كهربيه عشان الاي سي هات بتاع الكمبيوتر مع كل الاكسبريشن الرياضيات احنا قلنا تحولت في النهايه الى دوائر منطقية ثم إلى دوائر كهرباء. P of X, Y, Z are information. X, Y, and Z variables. دي اللي هي data of inputs. Inputs we in output data on three Boolean action. This is called Boolean expression. The حاجة في الدراسة double Boolean. From binary. This من binary دي بتعمل ايه؟ اسمها membership function. لو ال points بتنتمي لـ A احط كام؟ واحد واحد x i a of x equals 1 for all x belongs to a دي mathematics equals 0 for all x not belongs to a ازاي الكلام ده؟ ما احنا اتفقنا ان الفات او النبضات الكهربيه اللي هي نصفر لايه؟ صفر او واحد 0 or 1 دي النبضة الكهربية. طيب ازاي الكلام ده هيتحول؟ عايز استخدم الممبر شيب فانكشن دي رياضة. اتحولت ازاي عشان اعمل بها تشفير؟ عشان اعمل بها كود؟ عشان اعمل بها للبيانات. Let
U is the inverted set equals A, B, C, D, E. And A equals A, B, D. And the set B equals A, D. Says, لغة الكمبيوتر اسمها says, intersection union difference. لغة الكمبيوتر داتا اللي هي الانبوتس صح؟ الداتا بتاعتك الانبوتس دي بلغة الماتماتيك says convert bit خلي بالك into 0 and 1. انا عايز اعمل لها حاجه انكود بقى اللي احنا قلنا عليه الكود اللي فات كان ارقام الجداول التيبل الاوكتا والهكسا والكلام اللي احنا اتكلمنا عليه الديسمال سيستم الباينري سيستم انكود اكزاي اي ها وات ذا ميمبر شيب فانكشن اوف اي بي يو 5 اي انترسكشن بي A union B, A difference B, A complement. كل دي رياضة بتاعت الوقت بس عايز أحولها لإيه؟ أصفروا إيه؟ عايز أحولها لإيه يا أولاد؟ الزيروز بقى لغة الكمبيوتر أو الماشين لانجوج أو الأصفار الوحاية أو تشفير الكود اللي إحنا إتكلمنا عليه المرة اللي فاتت بس لمجموعة البيانات. What is the membership function for all U? What is the membership function How many elements in the set U? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. What is the membership function or the characteristic function? 1, 1, 1, 1. كم 1؟ أنا يعني كل العناصر اللي بتنتمي ليو أحطها واحد. كل العناصر اللي بتنتمي ليو أحطها إيه؟ كل العناصر اللي في الفاي الفاي هتبقى عكسها كام؟ ها؟ 0 0 0 0 5 طيب نوت سيت او ايمت سيت اللي هي فاضيه 0 ما في 0 في ايه؟ اكبر حاجه يونيفرسال سيت ده ممبر شيب فانكشن اور ذا كاركترستيك فانكشن اور ذا داتا يو يونيفرسال داتا اوف يو ها What is the membership function of A? If the element belongs to A, put 1. أحط إيه؟ 1. لو هو ما بينتميش، أحط 1, 2, 3, 4. ها؟ الـ A فيها مين؟ Small A, Small B, Small D. ها؟ من 4. Small A, Small B, small d او سيروس فهمت دي؟ اللي ما فهمش يقول لي يعني لما بينتمي بيقارن بالكبير عناصر الـ A مين؟ الداتا بتاعت A A B C A B D A B A B صح؟ خليك معايا A B 1 C 0 D 1 0 طيب كان في خطا هنا طيب what the membership function of the set B or the data B دي كلها الانبوتس بتاعتك او الداتا بتاعت الداتا معايا وتحولت لصفر وايه؟ وواحد 1 2 3 4 5 طب ال D واحد 0 ال B 0 0 ال C 0 1 ها دي واحد زيرو صح كده؟ معايا ولا ايه؟ كده مظبوط؟
طيب what is the intersection A intersection B اللي هي مين؟ يبقى ايه الوحيده اللي هتبقى في ايه؟ الواحد اللي هيبقى اصفار from 1 2 3 4 5 A1 0 0 0 A intersection B هتحلوا اللي جاي.